ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرحمن يوسف. أستاذ عبد الرحمن أهلا بيك، وكله بيتكلم حديث الساعة وربما في العالم كله إجراءات عزل ترامب بعد قرار مجلس النواب الأمريكي بإحالته إلى المحاكمة البرلمانية. كثير من الناس أو كثير من المحللين بيقولوا أنه ده مجرد تحصيل حاصل، لأنه مجلس الشيوخ يجب أن يوافق على إجراءات عزل الرئيس، وأنه مجلس الشيوخ بيخضع لأغلبية جمهورية وهو الحزب الذي ينتمي إليه دونالد ترامب، وبالتالي فما يجري لن يتم تمريره وسيبقى دونالد ترامب على سدة الحكم في الولايات المتحدة حتى نهاية مدته الأولى. إلى أي مدى تقرأ دقة هذا الكلام؟ نعم، هذا الكلام دقيق، والحديث في حقيقة الأمر لا يتطرق إلى فكرة إذا ما كان سيعزل حقيقة أم لا، ولكن ما هي التفاصيل وما هي البينيات ما بين مسألة إرسال لائحة الاتهام من قبل نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى ماكونيل رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ وهو جمهوري بطبيعة الحال، لأن الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ، وبالتالي الحديث ليس عن مسألة عزله، لأننا رأينا في التصويت الذي جرى في مجلس النواب منذ يومين في 18 ديسمبر أن يعني جميع الجمهوريون كانوا على قلب رجل واحد، لم يخالف أي أحد منهم التصويت، بعكس الديمقراطيين الذين يعني كان هناك اثنين منهم مخالفين لمسألة التصويت، وبالتالي لم يكن هناك نوع من أنواع الخرق الحزبي أو الخرق للإجماع الحزبي في صفوف الجمهوريون. وبدت المسألة الآن هي يعني امتداد لحالة الاستقطاب الحادة التي شاهدناها في عام 2016 وبداية عام 2017، هي تعود إلى الآن مرة أخرى إلى الواجهة، لأننا بصدد يعني عام انتخابي ومسابقة انتخابية ستعلي من حدة التنافس بين الديمقراطيين والجمهوريين، ولا سيما أن الديمقراطيين بعدما فازوا باكتساح في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2018 لديهم قابلية واستعداد كبير جدا لمسألة الفوز في عام 2020، وبالتالي الحديث ليس عن مسألة عزل ترامب، لأن الجميع يعلم أن ترامب لن يعزل، ولكن عن التفاصيل. نعم. والتأثير والتبعات لمسألة هذه المحاكمة. لكن في المقابل، هل سيتأثر دونالد ترامب بهذه الأحداث في انتخابات الرئاسة في العام المقبل؟ يعني هو مقبل على ولاية ثانية في أعقاب انتخابات سيخوضها مع منافسه الأقرب جو بايدن، هل ما يحدث الآن سيؤثر على حظوظه في الانتخابات القادمة في تقديرك؟ يعني في حقيقة الأمر لا نستطيع أن نقول أن منافسه سيكون جو بايدن، نحن على مسافة عام. نعم، جو بايدن ما زال هو الأعلى في كل نسب الاستطلاعات الرأي الكبرى، لكن على مستوى الولايات يعني نحن سنذهب إلى التصويت الأولي داخل الحزب الديمقراطي بعد قرابة أسبوعين أو أزيد قليلا في أوهايو، وستكون هذه هي أول ولاية، ثم بعد ذلك ولاية نيو هامشير. هاتان الولايتان جو بايدن ليس الأول فيهما على مستوى استطلاعات الرأي، وبالتالي علينا أن نقول أنه السؤال ذكي من حيث التبعات، لأنه حديث الساعة هي التبعات وليس مسألة عزل ترامب نفسها، لكن لا نستطيع أن نقول أن جو بايدن سيكون هو المنافس بشكل رئيسي، هذا أمر مبكر كثيرا، والتاريخ يخبرنا بذلك. يعني حتى في حالات جون كيري قبل ذلك حينما حاول الترشح كان هو المتقدم، ثم بعد ذلك في عام 2003 ثم بعد ذلك تراجع، لكن وكذلك حالة هيلاري كلينتون وأوباما. لكن فيما يتعلق بسؤالك وهو سؤال هام جدا، على مستوى التبعات المسألة سلاح ذو حدين، لأن الجميع يتحدث عن فكرة رئيسية مفادها هو هل سيكون الإطالة أو إطالة أمد المحاكمة أو يعني تأخير نانسي بلوسي لإرسال لائحة الاتهام بهدف الضغط على الجمهوريون من أجل يعني فرض 4 شهود يطلبهم الديمقراطيون على رأسهم مولفيني كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة، وجون بولتون مستشار الأمن القومي السابق الذي كان مستشار الأمن القومي وقت المكالمة التي جرت مع الرئيس الأوكراني زيلنسكي في يوليو الماضي، وهناك شخصيتان أخرتان لكنهما ليست بالأهمية الخاصة بهذين الشخصين، فضلا عن المطالبة بالكشف عن بعض الوثائق المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الأوكرانية ومسألة التسليح ومسألة المعونات وما إلى ذلك.
وبالتالي يعني الجميع يسأل هذا السؤال، لأننا في العام الماضي رأينا مسألة عض أصابع أو فكرة عض الأصابع بين الديمقراطيين والجمهوريين في مسألة الميزانية السنوية. كان الجمهوريين أو ترامب تحديدا يريد ميزانية بشكل محدد تتعلق بمسألة بناء الجدار العازل في الجنوب، ولكن كان الديمقراطيين يرفضون ذلك، وأغلقت الحكومة لفترة طويلة كانت الأطول في تاريخ الأمريكي. صحيح. وانتصر الديمقراطيون في النهاية، وبالتالي نحن مقبلون على هذه المعركة. لكن السؤال المطروح الآن، هل هذا سيؤثر بالسلب على الديمقراطيون أم لا؟ لأنه بالمرة السابقة لم يؤثر عليهم، وفازوا بالانتخابات قبلها، وفازوا ببعض الولايات الهامة في انتخابات المحلية والمجالس المحلية الخاصة ببعض الولايات، وكان حتى بعض الولايات فيها مفاجأة ككنتاكي التي كان يؤيدها بشكل كبير دونالد ترامب، وفازت السيدة التي يعني رفعت له إصبعها الأوسط قبل ذلك وفصلت من عملية ففازت في الانتخابات هنا في فرجينيا. وبالتالي السؤال هو، هل هذه ستكون نتيجة إيجابية لصالح الديمقراطيين؟ البعض يتشكك، لأن البعض يرى أن الديمقراطيين يعني يطيلون في المسألة لإحراج ترامب، والبعض يقول أن المواطن العادي سائم تسليط الإعلام وأن يكون هذا هو حديث الساعة وخطف الأضواء، لكن في آخرين يقولون أن هذا سيشكل ضغطا كبيرا على ترامب ولن يعطيه الفرصة للاستفاقة، ولن يعطيه الفرصة ليركز بشكل كبير في السباق الانتخابي. وبالتالي هو سلاح ذو حدين، لكن لأننا مقبلون على أسبوعين يعني بداية من الاثنين أو ثلاثة القادم، الأسبوعين الرئيسيين للإجازات السنوية في الولايات المتحدة الأمريكية، إجازة الكريسماس وإجازة رأس السنة، فبالتالي سيكون كل شيء مؤجل لمدة أسبوعين. لكن المهم الذي يجب أن نقوله هنا اليوم في هذه الحلقة، أن نانسي بيلوسي اليوم أرسلت لدونالد ترامب طلب بتحديد موعد خطاب حالة الاتحاد، وهو أهم خطاب يلقيه الرئيس الأمريكي طوال العام، وحددته بتاريخ 4 فبراير. وقالت المصادر من البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي وافق، وبالتالي أعتقد أنه يعني حتى هذا التاريخ إذا بدأت المحاكمة سيكون هذا الخطاب خلال المحاكمة في مجلس الشيوخ، ومن خلاله ستتضح أمور كثيرة فيما يتعلق بالتبعات واستطلاعات الرأي العام فيما تتعلق بشعبية ترامب وشعبية الديمقراطيين الذين أنهوا الأمس آخر المناظرات بعام 2000 و في عام 2019. على ذكر هذه المناظرة السادسة التي جمعت ما بين المتنافسين الديمقراطيين لنيل ثقة الحزب في الانتخابات المقبلة، البعض هنا يقول ويتساءل عن مدى حظوظ جو بايدن، خاصة بعد أن ألقت أحداث أوكرانيا والوقائع التي يتهم فيها نجلو ببعض الفساد والتي على خلفيتها أثيرت أزمة دونالد ترامب في الكونغرس. إلى أي مدى، خاصة إذا ما أضفنا إلى ذلك أيضا بأنه جو بايدن ربما يتمتع بكاريزما ليست بذات القوة التي يتمتع بها دونالد ترامب شعبيا وخطابه الشعبوي، هل هناك متنافسون في الحزب الديمقراطي يمكن أن يقلبوا الطاولة على جو بايدن ويحظوا بنيل ثقة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تقديرك أم لا؟ في حقيقة الأمر هذا سؤال هام جدا جدا، لأن يعني جو بايدن هناك أيضا علامات استفهام على مسألة صحته، بمعنى أنه يعني كبير في السن، ودائما ما يثار مسألة يعني ما نقوله بالعامية المصرية التهتهة في الكلام، حتى أنه أمس يعني سخر منه بذلك ورد على هذا الأمر في مناظرة أمس على الكثيرين، كان من بينهم المتحدثة باسم البيت الأبيض سابقا. لكن في حقيقة الأمر جو بايدن قوته الرئيسية تأتي من مسألتين رئيسيتين. المسألة الأولى أنه ينتمي إلى ما يسمى بالإستابليشمنت، وهي ما يمكن تسميته بمؤسسات الدولة العميقة أو مؤسسات التي يعني لها الطابع الأمريكي الذي يمثل المينستريم أو التيار الرئيسي في أمريكا كلها، داخل الحكومة وداخل وزارة الدفاع وما إلى ذلك. فهو رجل قادم من قلب السلطة السياسية، عمل مع أوباما فترات طويلة، والجميع يتحدث أن يعني ربما سيكون هو الذي سيحظى بدعم أوباما بشكل مباشر، ونظرا لأنه يعني يمثل قدر عالي من أو يمثل أحد ما يسمى بتيار المعتدلين داخل الحزب الديمقراطي، فلذلك هو إلى الآن يتصدر استطلاعات الرأي العامة.
وليست التفصيلية في كل الولايات. هل هناك أحد ينافسه في ضوء ما نقوله من عوامل القوة خاصة به؟ نعم، أنا أعتقد أن مايكل بلومبيرج هو لم يكن في مناظرة أمس، لأنه يعني حديثا يعني انضم إلى قائمة المرشحين، لكن أعتقد أن مايكل بلومبيرج ربما يكون على منصة المناظرة في القادمة في يناير. مايكل بلومبيرج منافس قوي، لأنه هو يعني كان حاكما لولاية نيويورك لمدة 12 عاما، يعرف دونالد ترامب جيدا، هو تاسع أغنى رجل في العالم، وأعتقد ثامن أغنى رجل في أمريكا، وبالتالي هو رجل يمتلك المقومات المادية وله الخبرة السياسية، وأيضا قادم بنسبة كبيرة من خارج المنظومة الكبرى للأحزاب، لأنه هو كان نعم حاكما لولاية نيويورك، لكنه لم يكن سياسيا في البرلمان ولا سياسيا في الحكومة نفسها، الحكومة الفيدرالية، وبالتالي هو ربما وطبيعة الحال كان ناشطا في مجالات كثيرة يعني تلقى أذانا صاغية أو يهتم بها جيل الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية، منها قضايا المثليين او المجموعات ال جي بي كيو، انشطه البيئه، المناهضه امتلاك السلاح بلا رادع او حساب او ما الى ذلك، ما يسمى بالجاند كيس، مساله امتلاك السلاح في الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي هو رجل له كمان ايضا خبره جيده جدا بدونالد ترامب، وبالتالي هذا الرجل اعتقد انه سيكون اضافه وربما يعني رقم صعب في مساله الحزب الديمقراطي. ايضا اليزابيث وورن حتى الان هي وبيرني ساندرز يتنافسان على المركز الثاني بشكل كبير، وان كانت اليزابيث وورن هي امراه و يعني تتمتع بحيوية كبيرة ولها برامج واضحة ومحددة بشكل كبير، وبالتالي أعتقد أنه سيجد منافسة قوية من إليزابيث وورن، سيجد منافسة قوية من مايكل بلومبيرج. أعتقد أن بوتجيج له فرص جيدة في المقدمات، لكن لا أعتقد أنه سيحظى بالتفوق الكبير، وعلى الرغم من أنه ينتمي إلى تيار جو بايدن الذي يسمى بتيار المعتدل داخل الحزب الديمقراطي، في حين يعني إليزابيث وورن وساندرز يمثلون التيار الرئيسي الراديكالي إنجاز التعبير أو كما يسمونه، أو التيار الرئيسي يعني على يسار اليسار، فيما يكون مايكل بلومبيرج هو في المنتصف. لذلك أعتقد أن مايكل بلومبيرج أن إليزابيث وورن لهما بشكل كبير، يأتي بعدهما بيرني ساندرز، لهما حظوظ جيدة في مواجهة جو بايدن، وأعتقد أن مايكل بلومبيرج تحديدا وإليزابيث وورن ربما يكون لهما حظوظ جيدة جدا في مواجهة دونالد ترامب ذات نفسه. أشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي أستاذ عبد الرحمن يوسف على هذه المعلومات القيمة، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.